سميت انا حيران وبالعرض الحمراء ما ادري مين اللي يسمع حبي نسوي مثل مسابقة صغيرة للشخص من عرف الشخصية شن دار اسمها مطربة عراقية قديمة أي واحد يعرف خلي يجاوب مو سليمة مراد ولا ما إذا نزهت هي نفسها اللي كانت تغني الأغنية اللي أنا رسمت عليها اوكي الاستاذ هنا عرفها زكيه جورج صحيح هي اللي غنت هاي الاغنيه انت استاذ لك رسم صورتك ان شاء الله ارسم لك اياها واتذكرها ظل هنا والهدف من فقرتي هاي انه اذكركم واذكر انه احنا عندنا فنانين عظماء عندنا فنانين نفس الموجودين عربيا نفس الموجودين عالميا يستحقون انه على الاقل نتذكرهم بهيج احتفالات شكرا لحضوركم